الصراحة كان عندي واحد التوقع إيجابي، لأن كنت الحمد لله مع في الإيقاع غيواني تراثي، الحمد لله كان تفاعل كبير مع الجمهور. وقبل بعد أصلا من حطيتها العنوان مثير للجدل عجب الناس، وسخطو أنا الأغنية مقتبسة من الواقع الحمد لله، هادشي فرحني بزاف. ودائما غنبقى نهل من التراث المغربي باش نزيدو نغنيو أكثر الأغنية الشبابية. لا الحمد لله انا معروف عليا كندير التمغربيت، لان مثلا بهره بهره كان فيها داك ريتم الاطلس، وكان الناس ديال داك زيان وداك الجو ديال الاوزود، يعني فيه واحد التمغربيت. دائما كنحاول نحافظ على ديك النسمه المغربيه في الكليبات ديالي، وتبارك الله الدراري كلهم كل واحد والتوجه ديالو. مازال عندي دابا بوغ لو مومون كاين التاريخ في مدينه تفراوت ان شاء الله نهار 23 في شهر 8، ونهار 22 عندي حفله في مدينه اكادير مع واحد المجموعه ماليه معروفه. كاين واحد الحفل اخر، المهم لي دات الاخرين ما كنستحضرتهمش دابا، راه يكونوا في لاباج اوفيسيال ديالي ان شاء الله ديال زكريا غفولي. وتسناو ان شاء الله دائما غيكون الجديد بشكل مختلف ان شاء الله. ودابا اش كندير معاك؟ دابا كندير معاك انترفيو، كاين بان لك شي صاكبور؟ ما انا ما شفتش انا داك الشيء كاع، ما شفتو باسكو كانوا الناس بزاف، كان الضو وكانت السيكوريتي واقف، ما شفتش انا داك الشيء نهائيا، وانا دائما موجود معكم.